أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام لأنبياء الله جميعا، محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. قال أمير البلغاء وسيد الأتقياء أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب في صفة المتقين: من هم المتقون؟ عندما وصفهم في صلاتهم وعندما وصفهم في حبهم وتهجدهم قال: يصلون إلى مرحلة الغاية من كل العبادات التي قدموها، يصل فيها إلى غاية. ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. أعظم موقع وأعظم حالة يصل فيها المتقي، وأنه لا يجد أي أمر في هذا الوجود أكبر من الله، ولا يجد أي مؤثر في هذا الوجود إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في أدعية آل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من خلال ديدنهم في الحياة الذين لا يتركون الله طرفة عين أبدا، يقولون كما تجدون في دعاء كميل مثلا، في دعاء كميل نجد أن عليا صلوات الله وسلامه عليه يخاطب ربه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. أي ذنب لعلي؟ وعن أي شيء يتحدث أمير المؤمنين؟ لو لاحظنا الأمور المتفاوتة فيما بيننا نحن كبشر نجد أن هناك مستغفر من ذنبه، وهذا استغفار المذنبين، وحاشا لعلي أن يكون له ذنب ليستغفر منه، وحاشا لأمير المؤمنين أن يفكر بذنب. أما ابن آدم غير المعصومين يقوم بذنب يستغفر ربه منه، هو يسمى استغفار المذنبين. وهذا قول الله تعالى في القرآن الكريم: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهناك عند بني آدم استغفار لترك الأولى من خلال حبهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد وصلوا إلى مرتبة يشعرون فيها أنهم قد قصروا في حب الله وفي آداء حق الله من خلال مراقبتهم أن الله معهم في كل شيء، يستغفرون الله لترك الأولى. مثلا أنه يحين وقت الصلاة يصلي صلاته في بيته، بعد انتهائه من الصلاة وهو لم يكن قد أذنب ذنبا يقف مستغفرا لربه، يقول: قد فوتت الأولى علي. أي أولى؟ أنني لو صليت الصلاة في المسجد مثلا، هذا استغفار في دائرة يحبها الله ويسمى استغفار ترك الأولى. لماذا؟
لأنه يسعى دائما أن يتقرب من الله وأن يأتي بالأمور التي يحبها الله. يقوم بعمل مثلا مر عليه أيام البيض من كل شهر وهو يستحب فيها الصيام، لا يصوم، يستغفر ربه. بأي شيء تستغفر؟ يقول: أستغفر بأنني فوتت فرصة على نفسي، أنني لم أؤدي حق الله، والله عظيم في عيني، ما أديت حقه. فيستغفر، ويسمى استغفار ترك الأولى. أما عندما نأتي لآل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونجد هذه الأدعية التي تقول: اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، تنزل النقم، تدفع البلاء، تنزل البلاء، تقطع الرجاء. أي ذنوب لآل بيت رسول الله الذين علمونا أن الله هو كل شيء في حياتهم؟ يقولون أن استغفارهم هو في الأمر القصوري، الأمر القصوري. وهذه حالة عالية جدا عند المستغفرين. كيف يمكن أن يستغفر من أمر القصوري؟ أمثل لك بمثال أيها المشاهد الكريم. لو أن أحدكم أصيب في رجله ومنع من أن يأخذ نفسه وأن يجمع نفسه إن دخل عليه أحد، تبقى رجله مسبلة أمام الداخل عليه، رغما عنه تبقى هذه القدم مسبلة أمام زائره، هو لا يستطيع أن يجمع نفسه أمام الزائر، يشعر بالخجل، يشعر بأنه أذنب أمام هذا الضيف، وهو بالواقع لم يذنب، وفرض عليه أن تكون قدمه ممدودة أمام ضيفه، فيعتذر منه، ويرجو من زائره أن يغفر له، وهو لم يكن بالواقع قد أذنب. هذا يسمى الفعل القصوري، رغما عنه صدر منه هذا الفعل. فعلي عليه السلام أو باقي أئمة آل بيت العصمة والطهارة من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعتريهم النعاس، ينام رغما عنه، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم. عندما يقوم من نومه يشعر أنه قد أذنب ذنبا مع الله، وهو بالواقع لم يذنب، وهو بالواقع لم يقصر، وهو بالواقع لم ينسى الله. فيقف أمام الله سبحانه وتعالى ليقول له: اغفر لي، سامحني، اعف عني، وهو لم يذنب. لماذا؟ لأن الله هو العظيم، وعلى الإنسان أن يستغل كل لحظة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف بنا ونحن عبيد الله الذي تمر علينا الأيام، وما أكثرها، وقد أتحدث عن نفسي، أقف بعين الله تعالى عاصيا لله، أجاهره بالمعصية، ولا أراعي أن الله ينظر إلي. وزين العابدين ابن رسول الله الذي توجه لمكة المكرمة، وقد حدثنا عنه طاووس اليماني، طاووس الفقيه، يقول: حججت معه، مع هذا الإمام العظيم، حججت معه. دخل زين العابدين مكة المكرمة وجعل يطوف ببيت الله يخاطب ربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مناديا لله أنني أفعل كل ما تأمر يا رب. وإذ بطاووس الفقيه
يقول: وقفت خلف أسطوانة لأنظر لزين العابدين كيف يعبد ربه، وأنا أنظر إليه وهو يطوف ببيت الله. بقي يطوف ببيت الله حتى ذهب من الليل شطره، نظر يمينا زين العابدين، نظر شمالا لم يرى أحدا، رمق السماء بطرفه. هذا هو ربنا، هذا هو الذي أعطانا، هذا الذي يعطف علينا، جدير بنا أن نعظمه في أنفسنا لتصغر هذه الدنيا بأعيننا. وقف زين العابدين أمام ربه مخاطبا له قائلا: سيدي، غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك. أيها المشاهد الكريم، في لحظة من اللحظات تغفو عن ربك، تنام. زين العابدين يقول: غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك وغلقت الحكام أبوابها. هذا الذي نقول عنه أنه هو الذي يقوم بخدمة الناس، هذا الذي نقول عنه أنه يرعى مصالح الناس، هذا الذي يقال عنه: كم من مرة لولا فلان لهلكت. زين العابدين يقول: وغلقت الحكام أبوابها، تمنع الناس يأتون إليها، لا تسمع أصواتهم، ووضعت حجابها. ثم يلتفت إلى الله ليقول لله تعالى: وبابك مفتوح للسائلين وعينك تحرس الأنام يا رب العالمين. عزيزي المشاهد، إن الله سبحانه وتعالى أعطانا كل شيء، وما أراد منا إلا أن نقف ببابه لنقول له: يا رب إننا عدنا إليك. فالله تعالى يقول: إنني أسمع دعاءك وأستجيب نداءك، إلا أنك تقف ببابي وتثق بي، فلك كل ما تريد، عليك أن تكون بباب الله. تعالوا في شهر ضيافة الله أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نطرق بابه، لأنه ربنا هو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.